Last night, President Biden الليلة الماضية ذكر الرئيس بايدن أن قضية خاشقجي قد تمت مناقشتها، لكن اسم سعودي ذكر عدة تفاصيل عن تلك الحادثة، ونرغب بأن نسمع رأيك، ماذا حدث بالضبط؟ بالطبع ولي العهد رد على الرئيس بايدن فيما يتعلق بقضية خاشقجي بأن تلك الجريمة حدث مؤسف، وهو شيء اتخذته السعودية على محمل الجد، وعملت وفقا لقانونها على تلك القضية، وهذا خطأ يحدث في أي دولة من ضمنها الولايات المتحدة، حيث ارتكبت الولايات المتحدة أخطاء واتخذت إجراءات لمحاسبة المخطئين ولمعالجة تلك المشكلة كما فعلت المملكة، وتتحمل وقد اتخذت السعودية الإجراءات المناسبة لتلك المشكلة. وذكر ولي العهد بأن ننتظر من الولايات المتحدة أن تتعامل مع مشاكلها بنفس الطريقة التي تعاملت معها السعودية، وجميع المشكلات التي تتطلب حلا. وكانت هناك مناقشات حول القيم، ونحن في السعودية نحترم حقوق الإنسان، وهو من أساسيات قيمنا، وبالتأكيد أن القيم يتم مناقشتها من خلال الحوار، ومحاولة فرض القيم لن يكون له نتائج إيجابية، بل العكس تماما. والطريقة الصحيحة لمناقشة القيم هي إظهارها للناس، واحترام قيمك وقيم الآخرين، وإن كانت قيمكم صحيحة ومقبولة من الجميع فبالطبع سيتبناها الجميع. وقد كان ولي العهد واضحا فيما يتعلق بذلك بأن لدينا قيمنا الخاصة ونفخر بها ونفخر بقيمنا وإيماننا، وأي دولة ترغب بالطبع تريد أن تحمي قيمها وأنظمتها، ونحن فخورون بدولتنا وبقيمنا. وفي حال رغبت الولايات المتحدة التعامل مع الدول التي تعجبها قيمها فقط، فستكون تلك القائمة قصيرة جدا، وطريق السبيل الوحيد للعمل معا هو احترامنا للآخرين واحترامنا لقيم الآخرين أيضا. أعتقد أن المحادثات كانت واضحة، وأعتقد أن الرئيس بايدن رحب بتلك المناقشات أيضا. Thank you.